من أهم الأمور اللي نتعلمها بأي لغة هي التعريف على الذات. شلون بدك تعرف عن حالك باللغة الهولندية؟ في عنا 3 طرق للتعريف عن الحال باللغة الهولندية. أول طريقة وهي أكثر طريقة استخداما هي إك هيت زائد الاسم. إك أنا، هيت أدعى، زائد تحط اسمك. إك هيت كتيبة، إك هيت كتيبة، أنا أدعى كتيبة. الحالة الثانية هي إك بان كتيبة، إك بان أنا أكون، زائد الاسم. إك أنا، بان أكون، وحط اسمك أو اسمك. الحالة الثالثة هي ماين نام إس، زائد الاسم. ماين ملكية لي أنا، ملكي. ماين نام اسمي، إس يكون، زائد الاسم. ماين